إن شعبة بن الحجاج حتى بولغ فيه، طبعا هو إمام أهل بصرة في الحديث، حتى قال بعض المحدثين ما العلماء إلا شعبة من شعبة، ما العلماء إلا شعبة من شعبة. إمام أثنى عليه يحيى بن معين وأثنى عليه الإمام أحمد، وله 300 شيخ، ومع هذا كله لو أخذ الواحد منا من 300 شيخ وأي شيوخ إذا به يرى نفسه كأنه عالم من الأعلام. ومع هذا كله الرجل هذا شعبة رحمه الله طبعا عاش 78 سنة وكان في علم الحديث، ومع ذلك ماذا يقول؟ لأنه كان يقدح في الرجال، يقول والله إني أخشى أن أدخل النار بسبب علم الحديث مع جلالة قدره. مسعر ابن كدام وسبق أن تحدثت عنه، يعني كان حافظة، حتى كان يلقب من قبل علماء الحديث الأثبات، يقول المصحف، يقول هو المصحف من شدة إتقانه وحفظه. وإن كانت هناك مبالغة كما بولغ في قول ما العلماء إلا شعبة من شعبة، لكن مع هذا كله انظر، مع أن مسعر ابن كدام ما طلب العلم خارج بلدته، تعلم في بلدته فقط، وكان لا يلقي الحديث إلا في مسجده في الجامع فقط، ما خرج. إذن العبرة هنا ليست بكثرة الشيوخ ولا بقلته ولا بكثرة الترحال ولا الذهاب والإياب. انظر إلى شعبة، وانظر إلى مسعر بن كدام، وانظر إلى التواضع. أثني على مسعر بن كدام وكان يقول، ابن الأثير يقول يود مسعر أن ضرسه قد قلع وأنه لم يسأل عن حديث، وكان يقول وددت أن الأحاديث قوارير على رأسه سقطت فتكسرت حتى لو أسأل. وانظر إلى شعبة ماذا يقول، تواضع. وانظر إلى عبادة مسعر، كان يأتي هو وأمه وهو بار بها ويصلي معها، وكان شديد العبادة. وانظر إلى شعبة كيف ركوعه وكيف سجوده وكيف قوله، وكلهما حافظ وأي حافظ، وكلهما عابد وأي عابد، وكلهما متواضع وأي تواضع. فيا ليت من يتعلم علم الحديث في هذا الزمن أو أي علم يأخذ العبرة من هؤلاء، فإن كان قد قرأ سير هؤلاء، فإن كان لم يقرأ سير هؤلاء ولم يعرف سيرهم فهذه مصيبة وتنقيص لقدره، لأنه اشتغل بهذا العلم ولم يعرف سير أصحابه وأهله، وإن كان يدري فهي مصيبة أعظم، لأنه لم يستفد من سمت وصفات هؤلاء. ولذلك يمكن أن تأخذ سمت العلماء ولو لم تدركهم، أناس أخذوا سمت ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء، أخذوا سمتهم من قراءة الكتب وهم لم يحضروا، فكيف لو حضروا؟ لما؟ لأنك لما تقرأ عن عبادة هؤلاء، عن تواضع هؤلاء في ألفاظهم، عن تنقيصهم لقدرهم مع أن الناس أثنوا عليهم، هذا الثناء العظيم على مسعر يلقب المصحف، وهذا الثناء على شعبة، ما العلماء إلا شعبة من شعبة، ومع هذا كله انظر إلى حال هؤلاء. فنسأل الله أن يلطف بنا، نحن نرى أنفسنا لما نتعلم كأننا الجهابذة، ثم إذا بمن في المجتمع إذا به يزيد الطين بلة، يأتي ويثنون ويبجلون ويعظمون، وكل أعرب بنفسه، كل أعرب بنفسه.